تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المرة الماضية أو امبارح بالأحرى بلشنا بمناقشة الأدوات، خلينا نقول بنسميها تولز، التي يستخدمها البنك المركزي من أجل يعني التحكم في عرض النقد وبالتالي التحكم بأسعار الفائدة. واحدة من هذه الأدوات تسمى Open Market Operations، عمليات السوق المفتوحة، كما ذكرنا يعني أمس. يقوم البنك المركزي إما ببيع أو شراء اللي هي السيكوريتيز. فالآن يعني إذا قام بالشراء، خلينا نقول هو سيزيد من الريزيرفز لمين؟ للبنوك التجارية، وبالتالي يزيد من مقدرتها على منح القروض، وبالتالي زيادة عرض النقد، وبالتالي خفض سعر الفائدة. والعكس بالعكس، إذا قام يعني ببيع هذه السندات، الآن عندما يبيعها كيف بده يأخذ حقها؟ من خلال يعني خفض الاحتياطيات للبنوك، وبالتالي تقليل مقدرتها على منح الائتمان، وبالتالي خفض عرض النقد، وبالتالي زيادة سعر الفائدة. الآن لاحظوا، فإذا يعني من خلال عمليات السوق المفتوحة البنك المركزي عمليا يتحكم بالريزيرفز، يزيدها أو ينقصها. طيب، هل هناك طريقة أخرى أيضا للتحكم بالريزيرفز زيادة أو نقصانا؟ نعم، من خلال الريزيرف ريكويرمنت ريشيو، الار ار ار. فالآن إذا البنك المركزي خفضها على سبيل المثال، طبعا هذا سيزيد من قيمة المضاعف زي ما قلنا، وستزداد مقدرة البنوك التجارية على منح الائتمان. والعكس بالعكس، فإذا تخفيض متطلبات أو نسبة الاحتياط الإلزامي أيضا ستزيد من عرض النقد وتقلل من سعر الفائدة، والعكس بالعكس. طيب، أيضا هناك طريقة أخرى اللي هي تسمى الديسكاونت ريت. ما معنى ديسكاونت ريت؟ سعر الخصم أو ترجمته. طيب، ما معنى the interest rate that banks pay to the Fed to borrow from it؟ ما معنى ذلك؟ البنوك التجارية تستطيع أن تقترض من البنك المركزي، والاقتراض طبعا يعني زيادة في الاحتياطيات. الآن هذا الاقتراض يعني يقوم البنك التجاري بدفع فائدة مقابله. فإذا البنك المركزي خفض من سعر الفائدة discount rate، هذا سيحفز البنوك التجارية على زيادة الاقتراض، والعكس بالعكس. إذا يعني نستطيع أن نلخص كيفية عمل البنك المركزي أو كيفية تغييره أو استخدامه لهذه الأدوات وفقا للهدف الذي يرغب به. فعلى سبيل المثال، يعني خلينا هون نكتبها، يعني الآن إذا بده to increase money supply، MS اختصار money supply، عرض النقود، أو to decrease money supply. الآن إذا بده يزيد الموني سبلاي، الـ open market operations، open market operations operations، كيف سيتصرف بها إذا يعني أراد زيادة عرض النقد من خلال يعني زيادة الاحتياطيات للبنوك؟ معناته يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية، هاي purchase securities. طيب، هنا بالعكس وهنا والعكس بالعكس يحدث، يعني sell securities لمين؟ to commercial banks. طب الآن في عندنا required reserve ratio، إذا بده يزيد عرض النقد يقللها، decrease required reserve ratio so money supply increases. هنا بالعكس، إذا زاد required reserve ratio ماذا يحدث للموني سبلاي؟ سيقل. أخيرا الديسكاونت ريت، سعر الخصم، ما تدفعه البنوك التجارية للاقتراض من البنك المركزي. إذا أراد البنك المركزي زيادة عرض النقد فسيقوم بخفض هذا السعر، والعكس بالعكس. الآن المحصلة،
زيادة عرض النقود تؤدي إلى خفض سعر الفائدة. If money supply increases, interest rate decreases and vice versa. والعكس بالعكس. إذا قل عرض النقود ماذا يحدث لسعر الفائدة؟ يزداد. وهذا يعني ليس جديدا، شرحناه أمس. هذا هو demand for money، هذا money supply، هنا interest rate سعر الفائدة. إذا money supply زاد ماذا يحدث لسعر الفائدة؟ With increase in money supply, interest rate goes down. If money supply decreases for any of these يعني reasons, إيش بده يصير أنا بسعر الفائدة؟ Interest rate will go up. هاي هي يعني القصة باختصار شديد. و يعني إذا منلاحظ هنا بقول إنه these tools يعني were heavily used prior to 2008. ليش اختار 2008؟ لأنه بال 2008 حدثت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا خلينا نقول قبل 2008 يعني لم يكن هناك فائض في الاحتياطيات، الإكسس ريزيرفز almost were zero. فالبنك المركزي كان يلجأ لهذه يعني الأدوات. الآن بال2008 أو ما بعد 2008 خلينا نقول اختلفت الأوضاع بسبب أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية من بدءا من 2003، اللي هي الـ housing prices, rising houses prices, prices وما تبعها من يعني ما يسمى الـ housing bubble اللي هي الفقاعة العقارية التي أدت إلى يعني حدوث مشاكل هائلة وعجز يعني كثير من المقترضين والذين تاجروا بهذه الرهون العقارية على السداد وبيع المنازل وانخفاض أسعارها وهكذا. يعني القصة طويلة ولكن يمكن قراءتها من يعني خلال هذا الملخص البسيط عن هذا الموضوع. فالآن يعني قبل ما نستكمل هون لاحظوا هذا مرة أخرى تعبير عن الموضوع اللي حكيناه. هذا الماني سبلاي تقدر أنت تمده هيك، يعني you can expand this vertical line up like this. وهذا نفس الإشي. الآن التغير بالماني سبلاي، change in money supply changes the interest rate. فالآن خلينا نقول يعني بعد 2008 أصبح تدخل البنك المركزي في النظام المصرفي بشكل عام أكبر، وخلينا نقول صار في عنا أدوات أخرى يستخدمها البنك المركزي. الآن رح نحكي عنها، جزء منها اللي هي دفع أسعار فائدة على يعني الاحتياطيات اللي هي الريزيرفز التي يعني تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي. فهذا يعني هون مناقشته. ولكن قبل ذلك خلينا نتعرف على ميزانية البنوك المركزية اللي هي الفيدرال ريزيرف بالانس شيت. بالانس شيت يعني ميزانية. طيب الآن يعني زي ما قلنا دور البنك المركزي خلينا نقول توسع أو امتد يعني توسع نطاقه مقارنة بالأحداث أو مقارنة بالوضع قبل 2008. فهذا استدعى أو تطلب أن يحدث يعني تغيير خلينا نقول بالبالانس شيت. طيب ما هي مكونات البالانس شيت؟ خلينا نستعرضها، يعني جانب الأصول وجانب الالتزامات. الآن واحد من أهم الأصول هو الذهب الجولد، ولكن بدنا ننتبه، يعني الكتاب أيضا بنبهنا هون إنه الذهب لا علاقة له يعني بموضوع النقد في التداول، ليس الهدف منه دعم يعني خلينا نقول قيمة النقود الورقية. وأيضا يعني بدءا من تقريبا 1934 تم التخلي عن
تعهد البنك بأنه يستبدل البنوك المركزية الأمريكية تحديداً استبدال الدولار بالذهب. فإذا الجولد هو واحد من أهم الأصول. الآن في عنا تريجر سيكوريتيز اللي هي يعني زي الأذونات وسندات الخزينة، اللي هي إحدى وسائل الإقراض الحكومي أو الاقتراض الحكومي، هي أيضا تقع ضمن أصول البنك المركزي. وأيضا إذا في عنا أدوات يعني للديون، جزء منها طبعا قام بشرائها من البنوك التجارية. لاحظوا هاي أمتى؟ 2015 عندما حدث يعني التغيير، خلينا نقول بالنظام المصرفي، فجزء من هذه يعني الرهونات العقارية اللي هي أصلا لم يعد مرغوبا بها قام البنك المركزي بشرائها. ليش؟ ليزيد من الاحتياطيات للبنوك التجارية. فإذا هاي هي تقريبا أهم الأصول. أما ما يتعلق بالالتزامات، فالعملة في التداول يعني هاي النقود الورقية اللي بين إيدينا currency in circulation هي التزام على البنك المركزي. هسا بالرغم من أنها التزام، بس لا يعني زي ما قلنا أنه إذا أنت بتاخذ يعني 10 دنانير بتروح على البنك المركزي بعطيك بدالهم ذهب، لا، هو لن يعطيك إلا يعني عملة مماثلة تماما، ممكن يعطيك 10 دنانير مطبوعة يعني حديثا. فإذا الكرنسي ان سيركيليشن تقع في جانب الالتزامات على البنك المركزي. ايضا الريزيرف بالانسز اللي هي يعني ارصدت الاحتياطيات للبنوك التجاريه هي التزام على البنك المركزي، بينما للبنك التجاري هي اصل من الاصول. ايضا يو اس تريجري ديبوزيتس، ما معنى ذلك؟ مش احنا حكينا ان الحكومات بشكل عام يعني تستطيع فتح حسابات لدى البنك المركزي، وأيضا يعني تسوية عمليات الشراء والبيع اللي هي ما بين الحكومة والأطراف الأخرى تتم من خلال هذه الحسابات. فإذا هذا أيضا التزام على البنك المركزي. والبند الآخر اللي هو All Other Liabilities and Net Worth، فإذا هذا لازم نكون يعني مدركينه. الآن شو بحكي لنا هون؟ بقول لو نتفرج على يعني الميزانية قبل 2008 مثلاً، هذا لم يكن موجوداً، هذا كان موجود بنسبة أقل. ومن المفيد أنه تقرأوا يعني هذه الفقرة فقط للإطلاع على التغيرات التي حدثت بعد 2008. فالآن لو إجينا هذا يعني كله شرح للأمور اللي تحدثت عنها. لو إجينا الأدوات بعد 2008، الآن أصبحت يعني زي ما قلنا البنوك المركزية لها دور أكبر في الرقابة وتنظيم القطاع المصرفي، وبالتالي البنوك كلياتها تقريبا أصبح لديها احتياطيات فائضة. يعني شو بقولنا هون؟ No longer in a world of zero excess reserves، مش زي ما كان الوضع بال2008 أنه الاحتياطيات الفائضة تساوي صفراً، لا، الآن صار في يعني تغيير بالتشريعات والأنظمة بحيث البنوك يجب أن يكون لديها احتياطيات فائضة. فالبنوك المركزية أصبحت إيش؟ تدفع يعني فائدة بسيطة. Fed began paying a small interest rate on the bank reserves. يعني هذا نوع من أنواع خلينا نقول التشجيع للبنوك التجارية لتحتفظ باحتياطيات فائضة لدى البنك المركزي حتى لتتقاضى عليها يعني جزء من الفائدة. طيب الآن بظل يعني قضية بسيطة جدا اللي هي موجودة هنا بالأبندكس وننهي به الشاب هذا، اللي هو أنواع الفوائد، أنواع أسعار الفوائد. يعني لازم كلنا نكون على إطلاع أنه هناك أنواع عديدة من
أسعار الفائدة، لاحظوا types of interest rates. في عنا يعني أسعار فائدة على مثلا السندات الحكومية قصيرة الأجل 3 أشهر، أيضا في عنا السندات الحكومية federal funds rate إلى آخره، في عنا commercial paper rate اللي هو السعر الذي يدفع على الأوراق التجارية، prime rate لأفضل العملاء، corporate bond rate اللي هي سندات الشركات وهكذا. الآن لما نحكي سعر فائدة بشكل عام، في عنا يعني ما يسمى weighted average. إيش معنى weighted average؟ يعني وسط حسابي مرجح لأسعار الفائدة. فلاحظوا هون يعني حتى بالبنك المركزي تقريبا نفس التسمية، أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل، اللي هي إيش منسميها هاي شهادات الإيداع لأجل، اللي هي يعني سماها هون هاي اللي هي ال بس أصبر عليه شوي إذا سمحتوا، هاي 3 month treasury bill rate. أيضا لاحظوا هون في عنا أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل 6 أشهر، سعر إعادة الخصم اللي تحدثنا عنه من شوية اللي هو discount rate، سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء، نافذة الإيداع لليلة واحدة إذا يعني البنوك التجارية أودعت عند البنك المركزي لليلة واحدة، الوسط المرجح لأسعار الفائدة. فلاحظوا يعني في عنا الweighted average، الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع الطلب، ودائع الأجل وهكذا. فإذا هناك العديد من أسعار الفائدة، فقط يعني كونوا على اطلاع وعلم. ما بعرف إذا حولنا الموقع للإنجليزي هل بعطينا هذه الأسماء بالإنجليزي؟ أعتقد هسه نتأكد. بس شوية في بطء، بس لاحظ هنا هاي الأسماء: interest rate on certificate of deposits, interest rate on repurchase agreement, overnight deposit, weighted average, required reserve ratio, etc. فأنتوا بتقدروا، وهذا البرايم lending rate أفضل العملاء، سعر فائدة أفضل العملاء، ممكن أنه تطلعوا عليه بالتفصيل. إحنا آخر مرة إيش عملنا كويز؟ كان بشابتر 8 و9 مظبوط ولا لا؟ دكتور مظبوط. نحاول إحنا أنه صحيح آسف شباب ما سمعتكم، إيش عملنا الكويز آخر مرة؟ 8 و9. طيب إحنا اليوم الأربعاء ممكن أن يعني إجازة العيد متى تبدأ؟ هي 11 اللي هو يوم الثلاثاء القادم صح؟ فخلينا يعني متى بتفضلوا نعمله؟ الثلاثاء القادم تبدأ إجازة العيد، يعني ممكن نعمله الاثنين مثلا متأخر، الاثنين القادم فقط بشابتر واحد أساس، يعني نعمل لكم أكثر من كويز حتى تعوضوا. فبنعمل يوم الاثنين بعد الفطور مثلا، بس لا يوم أقل من قداش بكون التاريخ؟ 10 الشهر بكون يعني قبل إجازة العيد بيوم. دكتور أنا عندي كويز يوم الاثنين، عندي محاسب. طيب شو يعني؟ ما هو عادي ممكن يكون عندك أكثر من كويز، ما فيها أشكالية، بس وقته أمتى؟ هذا السؤال. أنت أمتى؟ نعم بعد الفترة الساعة 10 امتحان. لا إحنا بنعمله قبل إن شاء الله، بنعمله على الساعة مثلا 8:30. يعني تخافوش يعني. نعم هلأ يعني معلش إنه مثلا بضبط إنه نعمل مثلا خلال إجازة العيد أو لا؟
منشوف نحكي يعني بهذا الموضوع لاحقا، لأنه عشان عندنا أكثر من كويزات والوقت دكتور مضغوطين يعني مثل ما بتعرف، بما أنه نحن بآخر المواد. طيب منشوف إن شاء الله، نحكي بهذا الموضوع لاحقا إن شاء الله. يعني لسه ما تحدد موعد الكويز؟ لا. تمام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. الآن نيجي للشابتر قبل الأخير، يعني من مقرر هذه المادة، اللي هو شاب رقم 11. نعم، بظل عندنا 11 و12. الآن عنوان الشابتر The Determination of Aggregate Output, The Price Level and The Interest Rate. فإذا يعني تحديد مستوى الإنتاج الكلي Aggregate Output، الإنتاج الكلي Price Level، مستوى الأسعار الكلي Interest Rate، أسعار الفائدة. الآن يعني خلينا نلاحظ ملاحظة، الشباتر الثلاثة الماضية 8 و9 و10 تناولت يعني مواضيع مختلفة، أي نعم مرتبطة ببعضها البعض، ولكن مثلا بشابتر 8 تم تحديد الناتج المحلي الإجمالي دون الأخذ بعين الاعتبار أي تغيرات بالأسعار، مستوى الأسعار أو أسعار الفائدة. بمعنى بداية بشابتر 8 الحكومة كانت غائبة ثم أدخلناها إلى الصورة، ولكن عندما حددنا مستوى الناتج المحلي الإجمالي لم نتحدث لا عن سعر الفائدة ولا عن مستويات الأسعار، فقط كنا نقول هذا شرط التوازن. إذا كنت يعني تذكروا ذلك، كنا نقول aggregate expenditure equals يعني الأجريجت إنكم، ونحدد ما هو مستوى الدخل. أما البرايس ليفل، برايس كان كونستانت، انترست ريت أيضا كونستانت، وهذه كانت زي ما قلنا هي افتراضات يعني للتبسيط، بالرغم من أنه لها ما يبررها. يعني أحيانا لما نفترض أنه مستويات الأسعار ثابتة في المدى القصير هذا في منطقية، لأنه يعني تغيير الأسعار يحتاج إلى فترة زمنية معينة. الآن بشابتر 10، الشابتر اللي أنهيناه من شوية، يعني تحدثنا عن أسعار الفائدة وكيفية تحديدها والطلب على النقود والعرض من النقود، واعتبرنا أن الناتج ومستويات الأسعار ثابتة. الآن يعني جاء الدور من أجل إيش؟ تحديد الثلاث متغيرات معا. يعني الآن نحن بصدد التعرف كيف سنحدد مستوى الناتج، مستويات الأسعار، وأيضا أسعار الفائدة. فخلال هذا الشابتر والشابتر اللاحق، هاي هي القضايا اللي يعني سنتناولها. كيف يتم تحديد مستوى الإنتاج؟ ما هي العوامل التي تزيد من التضخم فبالتالي ترفع مستويات الأسعار بشكل عام إلى الأعلى؟ وهكذا. فالآن يعني سنهتم خلينا نقول بقطاعين مهمات جدا، ولا يعني ذلك أن القطاعات الأخرى ليست مهمة، ولكن لأهميتها في تحديد المتغيرات الثلاثة سنركز على الفيرمز اللي هي المنشآت بشكل عام، التي من خلالها يتم تحديد مستويات الأسعار والإنتاج. يعني لما مصنع ينتج سلعة معينة، بنك يقدم خدمة معينة، مستشفى إلى آخره، شركات اتصالات، شركات تصنيع سيارات، زراعة، أي نوع من أنواع الإنتاج، الآن قرارات الأسعار والإنتاج عادة تتم من خلال هذه الشركات. وبالمقابل أيضا البنك المركزي أو الاحتياط الفيدرالي هو الذي يتحكم بسعر الفائدة. فلاحظوا، هاي صار في عندي برايس متغير، أوتبوت متغير ثاني، وإنترست ريت متغير ثالث، وهذا اللي يعني نحن بصدد دراسة كيف يتم تحديده على مستوى الاقتصاد الكلي. فالآن سنبدأ بداية ب
يعني القرارات المتعلقة بالأسعار والناتج، والتي يمكن تلخيصها من خلال منحنى هام بالاقتصاد الكلي يسمى Aggregate Supply Curve، يختصر AS. AS Aggregate Supply Curve، Aggregate Supply، اختصار الـ AS، Aggregate Supply. تمام. فالآن من المهم، يعني هنا في قضية بدنا نتنبه لها، الـ Aggregate Supply Curve يعني AS Curve is not لا يكافئ ما يسمى Market Supply Curve. يعني هذا مختلف عن هذا. الماركت سبلاي كيرف هو عبارة عن تجميع للإنديفيدجوال سبلاي كيرفز في مثلاً سوق معين، أما الأجريجت سبلاي كيرف لا، راح نشوف كمان شوي أنه هو عبارة عن منحنى، يعني يتتبع التغيرات في الأوتبوت والبرايس بسبب تغيرات الأجريجت ديماند، أو ممكن أن ننظر له على أنه منحنى. كمان شوي سنرى أنه في له أشكال يعني مختلفة، أحياناً يكون عمودي أو بجزء منه عمودي، أحياناً يكون قريب من الأفقي. الآن هذا الـ Aggregate Supply Curve هنا المستوى العام للأسعار Price Level، وهنا الـ Income، بينما الـ Market Supply Curve يعني هنا سعر سلعة معينة، وهنا الكميات، مثلاً سوق البنزين جازولين، سوق التوميتو البندورة، وهكذا. فيعني those are two different concepts، هاي مفاهيم مختلفة كلياً. فالآن لو اجينا إلى تعريف الأجريجت سبلاي كيرف، بداية ما هو الأجريجت سبلاي؟ ما هو العرض الكلي؟ The total supply of all goods and services in an economy. إذن هو يعني العرض من جميع السلع والخدمات في اقتصاد ما. فإذن هذا عمليا يعني منحنى افتراضي، خلينا نقول يفترض أن الاقتصاد عبارة عن سوق كبير، hypothetical market، سوق افتراضي كبير تباع به أو تعرض به جميع السلع والخدمات. ولكن كتعريف هذا هو تعريفه. طيب ما هو الأجريجت سبلاي كيرف؟ هذا الأجريجت سبلاي، الأجريجت سبلاي كيرف هو رسم a curve أو a graph that shows the relationship between aggregate quantity of output supplied. إذن منحنى يبين العلاقة ما بين الكمية المعروضة الكلية من جميع السلع والخدمات المنتجة من جميع الخدمات من جميع المنشآت، و overall price level. فإذا بدنا ننتبه ل يعني تعريف ذلك. طب الآن يعني حتى نستطيع إنه نفهم، يعني خلينا نقول كيفية اشتقاق الـ aggregate supply curve، لابد أن نتعرف أو نفهم يعني جزء ولو يسير من كيفية سلوك المنشآت. ليش؟ لأنه ببساطة شديدة هسه أي منشأة، يعني واحد من أهم أهدافها إن لم يكن الوحيد، ليش بنقول إن لم يكن الوحيد؟ لأنه هناك يعني أهداف أخرى للشركات، ولكن من أهمها Profit Maximization. يعني الشركات بشكل عام والمنتجون يهدفون إلى تعظيم الأرباح. تعظيم الأرباح هي عبارة عن Total Revenue، TR اختصار Total Revenue، الإيرادات الكلية مطروحا منها التكلفة الكلية. الآن من أهم بنود التكاليف اللي هي الواجز، مظبوط ولا لا؟ الواجز اللي هي الأجور، طبعا إضافة لأسعار المواد الخام، وإضافة ل إذا صار في عنا استئجار للماكينات والمعدات والتكاليف الثابتة، ولكن الواجز بند كثير هام. الآن التوتال ريفينيو
كيف يتحقق؟ يعني إحنا ننتج مثلاً كمية معينة سعرها في السوق الوحدة الواحدة بي، فإذا ضربنا يعني السعر في الكميات المباعة أو المنتجة، ونفترض أن المنتج هو نفسه المباع، نحصل على التوتال ريفينيو. نطرح منها لو فرضنا أنه فقط الواجز هي يعني أهم بند في التكاليف، فنحصل على الربح. إذن الآن لو فرضنا أنه الأسعار مثلاً تزداد، على سبيل المثال الواجز خلينا نقول تستجيب ولكن ليس بنفس المستوى أو ليس بنفس الوقت، فالآن إذا الأسعار زادت والأجور بقيت نوعاً ما ثابتة fixed، هذا سيزيد من إيش؟ من إمكانيات الربح، وبالتالي تزيد المنشآت من إنتاجها. الآن في المدى الطويل الواجز ستستجيب، ليش؟ لأنه يعني مع زيادة الأسعار القوة الشرائية للأجور ستقل، وسيبدأ العمال بالمطالبة برفع الأجور، وبالتالي سيكون هناك تناسب ما بين الزيادة بالأسعار والزيادة بالأجور، وبالتالي لا يوجد هناك حافز للشركات لزيادة الإنتاج. هذا باختصار شديد. فإذا يعني مدى استجابة خلينا نقول الأجور للتغيرات بالأسعار هي محدد رئيسي للأجريجت سبلاي ولشكل الأجريجت سبلاي كيرف، بمعنى يعني ما يسمى الستيكينس. إيش معنى ستيكي؟ يعني سنأتي لها بالتفصيل. ستيكي يعني جمود الأسعار أو الأجور. لاحظوا يعني عندما تكون الواجز ستيكي هذا له تأثير على شكل الأجريجت سبلاي، وعندما تصبح فليكسبل يعني بها مرونة أيضا هذا له تأثير على شكل الأجريجت سبلاي كير. فالآن لو فرضنا هذه الحالة في المدى الطويل، this case in or situation in the long run، غالبا في المدى الطويل الأسعار بما فيها يعني أسعار الانبوتس اللي هي الليبر والويجز وأسعار السلع، غالبا شو بصير فيها؟ يعني تتزايد خلينا نقول بنفس النسبة، بمعنى لو أن الأسعار تضاعفت التكاليف أيضا ستتضاعف. وضربنا المثال أن العمال مثلا سيطالبوا بزيادة الأجور، المواد الخام سيرتفع ثمنها وهكذا. فإذا يعني بالمحصلة إذا صار في عنا زيادة بالأسعار وزيادة مكافئة بالتكاليف، فإن المنشآت إيش؟ لن تغير من وضعها الإنتاجي، بمعنى كميات الإنتاج لن يعني تختلف. فبالتالي الأجريجت سبلاي بهذه الحالة سيكون شكله عامودياً. إذن الأجريجت سبلاي في اللونج ران، إيش معنى لونج ران؟ في المدى الطويل سيأخذ هذا الشكل. لاحظوا هذا مستوى الأسعار وهذا الإنتاج. ما معنى ذلك؟ أنه مهما تغيرت الأسعار الإنتاج ماله ثابت، فإذا output is fixed even if prices changes. ليش؟ لأنه تغيرات الأسعار هاي سيتزامن معها تغيرات في الواجز، يعني wages will change proportionally to changes in prices. فتغيرات الأجور سيتزامن معها أو ستتزامن مع التغيرات بالأسعار، وبالتالي كميات الإنتاج لن تزداد، وبالتالي يكون شكل الأجريجت سبلاي عاموديا vertical. عامودي يعني vertical، متى؟ في المدى الطويل. فإذا هذا يعني أو بالأحرى this is long run relationship between aggregate supply and aggregate
output أو aggregate price level آسف and aggregate output بحيث يكون aggregate supply عاموديا. فإذا بهذه الحالة الأسعار وسواء أسعار السلع والخدمات أو أسعار العوامل الإنتاجية مثل الليبر يعني تسيران بنفس الاتجاه. طب الآن لو فرضنا الحالة الأخرى وهي حالة منطقية في المدى القصير in the short run اللي هي حكينا عنها قبل شوي هنا، لاحظوا في المدى القصير الأسعار يعني قد تزداد ولكن الويجز لا تزداد بنفس النسبة أو it lags. إيش معنى lags؟ تتأخر عن الزيادة التي حدثت في مستويات الأسعار. بهذه الحالة الشركات يعني لها حافز أن تزيد الإنتاج، وبالتالي يكون الأجريجت سبلاي كيرف في الشورت رن هكذا upward sloping الأجريجت سبلاي، لأنه زيادة الأسعار مع ثبات التكاليف تزيد من إمكانيات الربح، وبالتالي تقوم الشركات بزيادة الإنتاج. فإذا if wages respond more slowly، إيش معنى more slowly؟ يعني ببطء أكبر إذا كانت استجابة الأجور للتغيرات بالطلب، خلينا نقول منخفضة هذه الاستجابة، فالشركات سيكون لديها الحافز لزيادة الإنتاج بسبب زيادة إمكانيات الربح كما تحدثنا. بهذه الحالة سيكون شكل الأجريجت سبلاي ماله upward sloping ذو ميل موجب، أي أن زيادة الأسعار تؤدي إلى زيادة الإنتاج، بينما بالمدى الطويل زيادة الأسعار لن تؤدي إلى أي تغيير في كميات الإنتاج. الآن يعني هون ينبه مرة أخرى، aggregate supply curve is not the sum of individual supply curves. إيش هو sum of individual supply curves؟ هذا ما يسمى market supply curve. إذن الـ aggregate supply curve is not the same as the market supply curve. الـ aggregate supply curve يختلف عن منحنى عرض السوق. طيب الآن بقولنا بما أنه هو ليس تجميعاً لمنحنيات العرض الفردية، أي أنه يختلف عن منحنى عرض السوق، إذن ماذا يمثل؟ ماذا يعبر؟ الآن بقولنا الـ aggregate supply curve shows what happens to aggregate price level and aggregate output as aggregate demand rises and falls. بمعنى الآن لما تكتمل الصورة لدينا، يعني سندخل إلى التحليل الـ aggregate demand وهذا هو الـ aggregate supply. فلاحظ الـ aggregate supply curve هو الذي يحدد مستويات الأسعار والناتج وفقاً للتغيرات في الـ aggregate demand. فلو زاد الـ aggregate demand هاي AD، الأجريجت ديماند سيزداد عندنا الناتج وسيزداد عندنا مستويات الأسعار، والعكس لو أن الأجريجت ديماند قل. طبعاً وبالمقابل هل هناك يعني أي قوة تؤثر على الأجريجت سبلاي؟ نعم سنأتي لها في حينه، بس من حيث المبدأ يعني هذا هو الأجريجت سبلاي كير. It shows what happens to aggregate price level and aggregate output as aggregate demand rises and falls. إذن the aggregate supply traces out. إيش معنى traces out؟ يتتبع ماذا يحدث للaggregate output and aggregate price level corresponding to different levels of aggregate demand. تغيرات الطلب الكلي ستؤدي إلى تغيرات بمستويات الأسعار ومستويات الإنتاج، الذي يتتبعها هو ما يسمى منحنى الـ aggregate supply curve. فلذلك يعني من وجهة نظر مؤلفين هذا الكتاب
الاجريجيت سبلاي كير از مس نيمد. ايش يعني مس نيمد؟ انه لا يعبر عن المفهوم الدقيق هذا المصطلح، ولكنه مستخدم بجميع كتب الاقتصاد. يعني الكاتب يقول من الافضل ان نسمي هذا المنحنى الاجريجيت سبلاي كير ان نسميه برايس اوتبوت ريسبونس كير. ايش معنى برايس اوتبوت ريسبونس كير؟ ذلك المنحنى الذي يبين استجابة الأسعار والإنتاج وفقاً لتغيرات الـ Aggregate Demand Curve. طيب الآن سنتناول بجزء من التفصيل أو ببعض التفصيل شكل الـ Aggregate Supply، سواء في المدى القصير، بداية في المدى القصير ثم في المدى الطويل. المدى الطويل لسه حتى يعني يتناول شوية متأخراً، ولكن بغض النظر خلينا الآن نستعرض يعني الـ aggregate supply curve in the short run. الآن لو فرضنا أنه الـ aggregate demand زاد لسبب أو لآخر، زاد الطلب الكلي، وليكن مثلاً بسبب حدوث يعني حركة هجرة كما حدث مع اللاجئين السوريين في الأردن مؤخرا، هذا زاد الطلب الكلي بشكل يعني ملفت للنظر على جميع السلع والخدمات. طيب زيادة الطلب الكلي عادة يعني يتزامن معها زيادة في مستويات الأسعار، وغالبا إذا استطاعت يعني الشركات أن تستجيب سريعاً سيتزامن مع ذلك أيضاً زيادة في الإنتاج. فإذا هنا بقولنا من وجهة نظر يعني بعض الاقتصاديين، لأن أشكال الأجريجيت سبلاي تختلف باختلاف خلينا نقول الفكر الاقتصادي أو المدارس الاقتصادية التي تحاول يعني تفسيره. فإذا most economists believe that at least for a period of time an increase in aggregate demand will result in increase in both price and output. بمعنى في المدى القصير خلينا نقول يعني زيادة الـ aggregate demand ستؤدي إلى زيادة إيش؟ كل من الأسعار والناتج، يعني أقرب إلى هذه الحالة. كلما يعني زاد الـ aggregate demand كلما زادت الأسعار و الناتج، وهذا سنرى أنه يعني يكون واضحاً في الشورت رن في المدى القصير. طيب الآن أيضاً يعني بعض الاقتصاديين بقول أنه التغيرات هذه في الطلب أو آسف التغيرات يعني خلينا نقول في الأسعار والناتج التي سببها التغيرات في الأجريجيت ديماند تعتمد على أين يقع الاقتصاد حالياً؟ هل هو مستويات الإنتاج يعني منخفضة في عنا حالات من الركود أم في حالات مرتفعة؟ فالآن لو فرضنا على سبيل المثال الاقتصاد كان هون وهذا هو الأجريجيت ديماند، الآن لاحظ لو زاد الأجريجيت ديماند هنا الزيادة في الناتج نسبياً ستكون كبيرة والزيادة في الأسعار نسبياً ستكون منخفضة. ليش؟ لأن الاقتصاد يعمل يعني في مستويات منخفضة، بمعنى في عنا طاقة معطلة، بينما هون لاحظ لو كنا هون مثلاً وخلينا نقول زاد الأجريجيت ديماند الزيادة في الإنتاج ستكون ضئيلة، بينما الزيادة في الأسعار ستكون مالها مرتفعة. فإذا أيضا كون الاقتصاد يعني في ركود أو قريب من الركود وكونه في انتعاش له تأثيرات على شكل الـ aggregate supply. strength of the economy، إيش معنى strength of the economy؟ إنه هل الاقتصاد في انتعاش أم في ركود؟ فالآن عند مستويات منخفضة من الناتج بافتراض أن الاقتصاد في ريسيشن مثل هذه الحالة، الآن لو فرضنا أن الاقتصاد هنا
على سبيل المثال يعمل في مستويات منخفضة، الآن زيادة الأجرج الديماند من شأنها يعني أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج دون زيادة كبيرة بالأسعار، ويكون شكل الأجرج سبلاي فلات. إيش معنى فلات؟ منبسط. لاحظوا هنا نوعا ما فلات، هنا يصبح ستيب. إيش معنى ستيب؟ حاد، ميله كبير جدا، هنا الميل ضئيل. فإذا في إذا عمل الاقتصاد أو كان يعمل في ظل خلينا نقول ركود، وبالتالي مستويات الإنتاج أقل من مستويات التوظف الكامل، يكون شكل الأجريجت سبلاي إيش ماله؟ قريب من الأفقي، يعني near to horizontal أو flat. بينما لاحظوا إذا كان الإيكونومي is experiencing a boom، إذا كان الاقتصاد يعمل يعني عند مستويات التوظف الكامل، لاحظ هنا في عنا انتعاش. هنا عندما يصبح عامودياً vertical نكون وصلنا إلى الطاقة الاستيعابية، بمعنى هذا the maximum output that can be يعني increased. فإذا من الممكن أن يكون شكل الأجريجت سبلاي فلات ثم upward sloping ثم vertical. لاحظ هنا شو بقولنا. In the short run في المدى القصير the aggregate supply curve أو ما يسمى price output response curve has a positive slope، له ميل موجب بالرغم من أنه زي ما قلنا بأجزاء يكون flat ثم يصبح عمودي، ولكن بشكل عام هو ذو ميل موجب، يعني زيادة الأسعار تؤدي إلى زيادة الإنتاج. شو بقولنا هون؟ At low level of output أو aggregate output the curve is fairly flat، هون منبسط. عندما يقترب الاقتصاد من الكاباسيتي، إيش الكاباسيتي؟ يعني الطاقة الإنتاجية القصوى، the curve becomes nearly vertical. أما عندما يصل إلى الطاقة القصوى تماماً، بدل ما هو nearly vertical يصبح إيش؟ vertical 100%، يصبح عامودياً. طب الآن هنا بقولنا ليش يعني ميله موجب، خلينا نقول هذا له علاقة بمدى جمود الأجور، sticky أحياناً أو stickiness بقول عنها جمود، أو rigidity، rigid جامد، يعني تحدثنا عنها بالتفصيل في بداية المحاضرة. في المدى القصير خلينا نقول الأسعار تكون جامدة، يعني لا تستجيب بسرعة. في المدى الطويل استجابة تقريباً 100% للتغيرات في الأسعار. إذن if all prices including wages move simultaneously، إذا زادت الأسعار والأجور بنفس النسب، سيكون aggregate supply curve. طيب الآن بقولنا إذن whether the short run aggregate supply curve slopes up or is vertical is whether wages are sticky. يعني باختصار شديد الآن عندما تكون استجابة الأجور لتغيرات الأسعار قليلة يكون شكل الأجريجت سبلاي upward sloping ثم يصبح عاموديا عندما تكون الاستجابة في الأجور للتغيرات بالأسعار تسيران بنفس الاتجاه. إذن with sticky wages demand increase occur without proportional wage increases، يزداد الطلب ولكن لا تزداد الأجور بنفس النسبة، وبالتالي التكاليف الحدية يعني التكاليف الإضافية التي تتحملها المنشآت لن تزداد بنسبة مرتفعة أو بنسبة مكافئة للزيادة بالأسعار، وهذا سيدفع المنشآت إلى زيادة الإنتاج.
ويعني العديد من الدراسات لما نقول empirical evidence دليل تجريبي باستخدام البيانات تؤكد أن الأجور lag prices، إيش معنى lag prices؟ تتأخر قليلاً عن الأسعار، الأسعار السلع والخدمات قبل أن ترتفع، وهذا إشي يعني منطقي جداً. طيب الآن لو إجينا مرة أخرى للأجريجت سبلاي، وزي ما شفنا هو عملياً الشكل مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الفلات والأبورد سلوبينج والفيرتيكال، وإجينا بدنا يعني نبرر أو نفسر هذه الأشكال. يعني سنجد أنه المدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة لها تبريرات مختلفة خلينا نقول، ولكن ما يتعلق بالأجور بتبدأ هون less sticky، وآسف هون بتكون يعني more sticky، وهون بتصير less sticky. هنا في جمود، هنا يقل الجمود، هنا يعني الجمود تقريبا تلاشى، بمعنى في عنا استجابات كاملة لتغيرات الأسعار والتي تتبعها التغيرات في الأجور. فإذا عن مستوى واي بار، واي بار اللي هو الكاباسيتي، هذا increased demand can be met only by increased prices and similarly for increased demand for labor neither wages nor prices are likely to be sticky. ما معنى ذلك؟ زي ما رسمنا قبل شوية، لاحظوا لو فرضنا أن الاقتصاد يعمل عند يعني الطاقة الإنتاجية القصوى هكذا واي بار، الآن زيادة الأجريجت ديماند، هاي الأجريجت ديماند مثلا، هاي مستوى الإنتاج وهاي السعر، زاد الأجريجت ديماند الإنتاج لن يتغير وإنما ستزداد الأسعار، وزيادة الأسعار سيتزامن معها زيادة في إيش أيضا؟ في الأجور. فإذا هاي هي الحصيلة، إنه مدام ما في عندي إنتاج الاقتصاد لا يستطيع أن ينتج أكثر من ذلك، زيادة الطلب حتما ستؤدي إلى زيادة الأسعار أي تضخم، يعني بعبارة أخرى حدوث حالة من حالات التضخم اللي راح نميزها يعني لاحقا. نقول في إشي بنسميه demand pull وفي إشي بنسميه cost push، يعني في إشي مدفوع بظروف الطلب وفي إشي مدفوع بظروف العرض أو تغيرات تكاليف الإنتاج خلينا نقول. طيب ماذا عن الجزء المنبسط؟ هذا فهمناه اللي هو الجزء العمودي. الآن يعني كثير من الشركات خلينا نقول في حال أن الاقتصاد كان يمر بحالات من الركود يكون لديها الطاقة الفائضة excess capacity، بمعنى لو أن الطلب زاد يعني ستزداد الأسعار زي ما قلنا، ولكن لا يوجد أي داعي لزيادة مين؟ الأجور، بمعنى أنه العمال مثلا جزء كبير منهم يعني لا يعمل الساعات الكافية أو الساعات المعتادة خلينا نقول، وبالتالي المنشآت هاي في عندها فائض بالعمل، وكذلك الأمر حتى الماكينات يعني غالبا إنها لا تعمل، والآلات والمعدات ضمن طاقتها الإنتاجية. فبالتالي خلينا نقول زيادة في الطلب في الأجريجت ديماند ستؤدي إلى زيادة ملحوظة بالأوتبوت دون تغيرات يعني كبيرة بمستويات الأسعار. طب الآن بهمنا أن نتعرف على العوامل التي تؤدي إلى انتقال بمنحنيات الأجريجت سبلاي، يعني مثل ما قلنا قبل شوية، أي نعم تعريف الأجريجت سبلاي كيرف
اللي هو التتبع أو تتبع ما يحدث في مستويات الإنتاج والأسعار بسبب التغيرات في الأجريجت ديماند، ولكن نفس الأجريجت سبلاي هذا هل من الممكن أن ينسحب إلى الشمال أو للأعلى أو إلى اليمين أو إلى الأسفل؟ نعم، حتى العمودي يعني ممكن أنه ينتقل هكذا أو هكذا. الآن خلينا المدى الطويل ندعه جانبا ونركز على المدى القصير، يعني ما هي العوامل أو الظروف التي تؤدي إلى انتقال الأجريجت سبلاي كيرف إلى اليمين أو إلى اليسار. طيب الآن يعني خلينا نشوف ما هي العوامل اللي من شأنها نقل هذه المنحنيات. بداية بقولنا بدنا نكون يعني أو نميز ما معنى انتقال الأجريجت سبلاي كيرف إلى اليمين rightward، هكذا يعني يشار لها rightward، أي أنه ينتقل إلى اليمين، وما معنى انتقال الأجريجت سبلاي leftward إلى الشمال. الآن a rightward shift says that society can get a larger aggregate output at a given price level. بمعنى لو فرضنا هكذا، هاي هذا كان هو الأجريجت سبلاي كيرف وهذا الأجريجت ديماند على سبيل المثال. الآن زاد عندي الأجريجت سبلاي، انتقل إلى اليمين. الآن إيش صار عندنا بالإنتاج؟ كان Y0 أصبح Y1، فإذا زاد الإنتاج. وأيضا الناحية المهمة الأخرى، إيش صار عندي؟ مستويات الأسعار انخفضت، هذا إشي يعني جيد. إذا زيادة على الأقل يعني جزئيا جيد. فإذا انتقال منحنى الأجريجت سبلاي إلى اليمين سيزيد من الإنتاج وسيقلل أيضا من الأسعار. طيب ماشي، هاي النتيجة، ولكن ما هي الأسباب؟ ما الذي يعني قد يدفع الأجريجت سبلاي إلى أن ينتقل إلى اليمين؟ الآن بكل بساطة، هسه الإنتاج يعتمد على العوامل الإنتاجية مثل الليبر والكابيتال. الآن لو فرضنا أنه صار في زيادة بالليبر أو بالكابيتال أو بكليهما، فإذا الأجريجت سبلاي would shift to the right. لماذا؟ لأن سعة الاقتصاد، مقدرة الإنتاجية الكاباسيتي زادت بسبب يعني زيادة الكابيتال أو الليبر. طيب أيضا ما يسمى technical change، إيش معنى technical change؟ التغيرات التقنية أو التكنولوجية. الآن عندما تزيد يعني أو تتحسن مستويات التكنولوجيا، الإنتاجية نفسها اللي هي البرودكتيفيتي تزداد. فإذا هذا من شأنه would shift the aggregate supply to the right by lowering marginal cost of production. ما معنى ذلك؟ الآن التكنولوجيا من شأنها أن تقلل من التكاليف والتكاليف الحدية أو التكاليف الإضافية، لأن التكنولوجيا تعتبر موفرة للتكاليف بشكل عام، وبالتالي هذا من شأنه أن يزيد أو ينقل منحنى الأجريجت سبلاي إلى اليمين. فإذا lower marginal cost firms are willing to produce more، بمعنى تصبح الشركات مهتمة أو لديها الحافز لأن تنتج يعني كميات أكثر عن نفس مستويات الأسعار. الآن تذكر مرة أخرى أن الجزء العمودي من الشورت رن أجريجت سبلاي، نحن نتحدث عن الشورت رن لازلنا، بس قلنا مقسم إلى يعني ثلاثة أجزاء. عندما يصبح عموديا نكون وصلنا إلى الماكسيمم كاباسيتي. طيب هاي الماكسيمم كاباسيتي كيف تتحدد؟ يعني كما تحدثنا من قليل، من خلال الريسورسز المتاحة كالليبر فورس، الكابيتال ستوك والتكنولوجيا. طب الآن ما هي العوامل التي من شأنها أن تزيد مثلا الليبر؟ زيادة بالworking age population، يعني
عندما يزداد عدد السكان في قوة العمل أو في سن العمل تزداد عنا الليبر فورس. وهل هناك عوامل أخرى؟ نعم، مثلا زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وعوامل أخرى يعني سنتحدث عنها إن شاء الله في لقائنا القادم يوم الاثنين، والله يعطيكم ألف عافية.